بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ الحلم، نبدأ الإنجاز لنهائي هذه البطولة، بطولة دوري أبطال أفريقيا. يركز أبو تريكة ويبيلا برضه على بيلا بالله، هي جول من ثواني بقول هنعملها. خدوا البر، خدوا البر، الله يا جمالك يا بركات. هتهنى ريحنا شادي ياخد شادي، يلا 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 يا جمالك يا شادي. الحلم الافريقي، مليون مبروك. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو دكتور طارق الأدور نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمعلق الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. أهلا بيك، مساء الخير وألف مبروك طبعا أولا لفوز الأهلي امبارح في لقاء الذهاب. ألف مبروك علينا كلنا. طيب لازم نتكلم طبعا مع عن طبعا مباراة امبارح، فوزنا 3-1 على الترجي التونسي، لقاء طبعا كان مثير جدا، كان فيه حماس كبير جدا من الجماهير اللي كانت موجودة عشان تعزر وتساند النادي الأهلي، شفنا أعداد غفيرة جدا من الجماهير، شفنا كمان تساهل في دخولهم، فأكيد حضرتك كنت متواجد في الملعب فليك طبعا أكيد نظرة تانية أو شفت المباراة بشكل آخر. شوف، هي المباراة عشان نقيم مباراة زي مباراة الأهلي والترجي في ثلاث عناصر نقيمهم فيها مختلفين عن بعض خالص. المباراة كنتيجة اللي هي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-1 في مباراة بتقام من جولتين، فده تقييم نتيجة بس. النقطة الثانية فنيات اللقاء، يعني بنيجي نتكلم كورة بقى على فنيات اللقاء وازاي ايه اللي حصل في مباراة الأهلي والترجي من البداية للنهاية، وده تقييم الشق الثاني. الشق الثالث هو المحيطة بالمباراة، سواء بقى الجماهير، أرضية الملعب نفسها، استعدادات المباراة، التنظيم بتاعها في الخارج، تقنية الفار اللي تطبق لأول مرة، الفار اللي هو صناعي، مش فار، ده مش الفار اللي هو عارفة بيبقى في حاجة طبيعي وصناعي، ده فار صناعي مش الفار الأصلي اللي هو المفروض إن يكون بيطبق. طب مش ده اللي حطه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟ ما حطه بناء على الإمكانيات، يعني بناء دي هنتكلم عليها في الجزء لوحدها، بس خلينا نتكلم على الثلاث اجزاء. يعني نتيجه لوحدها، مستوى فني، وبعدين الاجواء المحيطه. نتكلم على النتيجه، هل النتيجه دي مطمئنه لينا ان شاء الله في اللقاء القادم؟ كنتيجه بس، النتيجه دي نتيجه ايجابيه جدا. الاهلي كان مع الترجي بالذات وفي عنده رقم، يعني يعتبر رقم اسطوري الاهلي، يعني يعتبر رقم ربما رقم عالمي. انا عشان اقول انه رقم عالمي لازم اتاكد هو مش ما حصلش في اوروبا وحصلش في افريقيا، ولكن ممكن يكون كمان عالمي، بس طبعا ما نقدرش نؤكد الا اما نقرا كتاب التاريخ كله. ان هو الاهلي بيلعب فريق نجح في الفوز عليه اربع مرات متتاليه على ملعبه. في رادس. في رادس اربع مرات متتاليه. لكن لم يفوز عليه ولا مره على ملعب برج العرب غير امبارح. بالظبط، ما فازش عليه برج، شوف التناقض. بس انا بتكلم ان الفريق بيفوز بره ملعبه، في 2012 بره ملعبه، في 2015 بره ملعبه في الكونفدراليه، وفي 2017 العام الماضي ماتش دور الثمانيه، وفي هذا العام في دوري المجموعات فاز عليه اربع مرات متتاليه في اربع مباريات متتاليه. يعني مش مثلا الفوز اربع مرات ده جاء بينهم مرات كسب فيها الترجي او تعادل، لا، الاربع مرات المتتاليه. فده شيء لم يحدث في تاريخ كره القدم، ان فريق يلاعب نفس الفريق على ملعبه اربع مرات ومتتاليه ويكسبه. فبنقول ان ايه، كان دايما النادي الاهلي بيرتكن شويه مش بمزاجه لمباراة العودة. ليه مش بمزاجه؟ لأن هو كان بالصدفة أنه بيلعب المباراة الأولى هنا ما يقدرش يحسم فيها، فما يحسمش فيها الحسم، لا، فيضطر أنه يعتمد على مباراة العودة. صحيح. من هنا بقول النتيجة، ده ردي على سؤالك بقى، بتقول النتيجة دي إيه؟ النتيجة دي أفضل بكتير. أما الأهلي كان بيلعب الترجي في نهائي 2012 وهو متعادل 1-1 في القاهرة، صحيح، مجبر أنه يسجل. أكيد. خلي بالك، التعادل كان ايجابي 1-1 في نهائي 2012، والتعادل كان السنه اللي فاتت في المباراه دور الثمانيه، يعني نوك اوت برضو، التعادل كان 2-2، يعني كمان أسوأ. طبعا كل ما كان التعادل بنتيجه اعلى كل ما تبقى النتيجه اضعف. صحيح. ليه؟ لان 1-1 انا لازم اسجل، 2-2 يعني خلص. حتى لو انا اتعادلت 1-1 ما ينفعنيش، يبقى هخسر برضو المباراه. فكان قدام النادي الاهلي ضغوط انه لازم يسجل وانه لازم يكسب، بالذات ماتش 2-2. فعمل حاجتين، في المره الاولانيه كسب 2-1 وسجل وكسب،
والمره الثانيه مش بس انه سجل وكسب، لا ده عمل نتيجه كانت تعتبر نتيجه جيده جدا في انه كسب 2-1 قبل ما يفوز في المره الاخيره اللي هي 1-0 في المجموعات في المره دي. صحيح. فنظريا 3-1 نتيجه كويسه الى حد ما. يمكن لو كانت 3-0 كانت تطمننا اكتر بكتير. بالظبط. احنا كنا بنقول ايه، انا كنت بقول قبل اللقاء وانا كنت موجود امبارح في وسط الجماهير وكده، الناس كلها بتقول لك ايه يا رب 3-4، اقول لهم لا مش 3-4 يعني، ما نبقاش طماعين قوي كده يعني، مش 3-4 يعني، يبقى لو 2-0 نتيجه كويسه. طبعا. فالناس سالتني بعد المباراه طب 2-0 ولا 3-1؟ لا 2-0 احسن. طبعا اكيد. لان 2-0 تخليك لو خسرت 2-0 تبقى انت لسه في الملعب وممكن ركلات الترجيح تلعب دورها. لكن 3-1 يعني معناها 2-0 النادي الاهلي يفقد اللقب. دي 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 ده 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 بشكل عام النتيجه. ظروف النهائي السنه دي مختلف عن ظروف النهائي في العام الماضي او في النسخه الماضيه. يمكن السنه دي النادي الاهلي برضو في مباراه افضل، في اداء افضل، في حماسه اكتر، في يعني تفاؤل حتى من الجماهير بنسبه اكبر بكتير. هو التفاؤل من الجماهير ليه؟ بس برضو انا هقولها مش بشكل مطلق، لان بالامانه السنه اللي فاتت من اكتر البطولات اللي كان يستحق فيها الاهلي الفوز باللقب. ليه؟ كان مشوار كبير جدا. صحيح. مشوار كمان كان صعب بدايه من التمهيديو والمجموعات ومرورا بقى بالنوك اوت ستيج بقى اللي هي كانت فيها الترجي، الاهلي اتعادل معاه 2-2. بس لما تيجي تفصلي المباراه كده 2-2 دي مباراه، انا قبل ما اشوف المباراه ديت شفت المباراه ثاني بالكامل، كانت مسجله عندي 6-2 اللي هي 2-2 دي. مباراه اصلا النادي الاهلي ضيع فيها عشرات الفرص يعني. صحيح. اصلا اما بعد ما الهدف الاولاني اللي جابه النادي الاهلي بتاع ضربه الجزاء بتاعت عبد الله السعيد، وليد ازارو ضيع 3 جوال لوحده، وكره بتاعت احمد الشيخ اللي صحيح العسيسي. صحيح. دي كان مهرجان تضيع فرص وقتها، وانتهت 2-2 والنادي الاهلي قدر يتجاوز ويعدي المباراه اللي بعدها. النجم الساحلي خسر بره ونجح ان هو يجيب 6 اهداف في مباراه برج العرب هنا. المباراه النهائيه كان امام الوداد، يعني انت تشوفي المباراه بتاعت 1-1 لا يمكن حد يقول ان المباراه دي تنتهي 1-1. ان الاهلي ان 1-0 في الدقيقه 6 وبعدين الدقيقة 8 انفراد كامل لوليد ازارو، كان بطل. صحيح. بطل الاهدار وقتها. صحيح الوقت صحيح للاسف. انفراد الدقيقة 8 يخلي 2-0، تخلي الدقيقة 8 تبقى 2-0 للاهلي على فرقة ممكن كانت تنهار تماما، واذا بالكرة هي نفسها ترتد بهدف التعادل، غير بقى الفرص اللي ضاعت بعد كده وما نزل عماد متعب في نهاية المباراة. فكان انا من وجهة نظري من اكتر الالقاب اللي كان يستحق النادي الاهلي اللي تعب فيها قوي يعني. واللي تعب فيها لان مشوارها كان عنيف جدا هي بطوله السنه اللي فاتت. صحيح. انا بقى من وجهه نظري السنه دي ودي النقله من النتيجه، احنا قلنا المباراه نتيجه واداء فني واداء. صحيح. ان المباراه ديت من اقل مستويات النادي الاهلي فنيا في البطوله ككل. يعني يكاد يكون النادي الاهلي طبعا لعب مباراتين اقل من الترجي، لان الترجي ابتدى من التمهيدي والاهلي ابتدى من دور ال 32 على طول. فالترجي لغايه مباراه امبارح كان لعب 14 مباراه والاهلي كان لعب 12 مباراه. حتى الاثنين فازوا نفس عدد الانتصارات، ده 8 وده 8، والاثنين خسروا مرتين بس. الترجي اتعادل 4 والاهلي اتعادل، كان قبل مباراه امبارح اتعادل 2 بس. فبنتكلم فنيا النادي الاهلي في ال 13 مباراه اللي لعبهم حتى الان بما فيهم مباراه امبارح، انا وجهه نظري ان اقل المباريات فنيا للنادي الاهلي بشكل عام في مشوار البطوله ككل المباراه ديت، والمباراه الاقل كمان اللي هي اقل مباراه خالص اللي هي مباراه كامبالا سيتي في كامبالا اللي خسرها النادي الاهلي 0-2. المباراه دي اسوأ مباراه، ودي وراها على طول فنيا، ما بتكلمش على مستوى النتيجه رغم ان النتيجه نتيجه كويسه، قياسا بان النادي الاهلي مثلا السنه اللي فاتت مباراه الذهاب اتعادل، قياسا بان النادي الاهلي مع الترجي نفسه في البطوله اللي هي ادى فيها اداء مبهر جدا في مباراه العوده كان متعادل برضه في مباراه الذهاب. فقياسا بكده النتيجه كويسه، لكن فنيا النادي الاهلي كان من اقل مبارياته السنه دي. يعني لو بنقول مثلا ان النادي الاهلي لو ادى مباراه الامس بنفس مستوى اداء مباراه بنقولها في البطوله دي، مباراه مثلا وانا كنت معاكي قبلها مباشره مباراه الحريه الغيني اللي فاز بيها 4-0، كنا معاك، كنت معاكي في المباراه في الفتره اللي قبلها، كسب 4-0، كان فرص التهديف كتير جدا، كان مستوى اداء في نص الملعب عالي جدا، مستوى اداء هجومي متميز جدا، مستوى اداء حتى في الارتداد الدفاعي كويس جدا. بعدها النادي الاهلي عمل تاني افضل مباراه لي من وجهه نظري اللي هي مباراه وفاق الصيف هنا 2-0، ادى مباراه كويسه جدا، سجل هدفين وسجل هدف ثالث الغي ليه؟ ان هو كان يعتبر تسلل كان بتاع مؤمن زكريا، كره مؤمن زكريا،
ورغم ذلك الاعاده قالت لا ده كان مؤمن زكريا مش متسلل خالص، ده فرق يردتين او ثلاثه، يعني كان ممكن المباراه تبقى 3-0 لو النادي الاهلي ادى بمستوى المباراتين دول. انا اثق تماما ان النادي الاهلي كان ممكن يضاعف النتيجه اللي فاز بيها اللي هي 3-1 في هذا اللقاء. فانا عايز اقول دايما ايه، النادي الاهلي اداؤه ما كان اداء تجاري شويه، لان انت عارفه ايه زي ما نقول دايما كل الفرق الكبرى والعملاقه بيقول لك ايه، اداء ولا نتيجه؟ دايما الجمهور حتى يسال طب انا ادي اداء كويس زي ما حصل السنه اللي فاتت بطوله بديعه صحيح على مدى مشوار، والاهلي ما خدهاش للاسف. البرازيل 82 بجيل سقراط سوازيكو وفالكاو عملوا اداء سحري، كانوا بيقولوا عليه في كتاب كره القدم ان هو البطوله اللي كانت الفرقه اللي بتلعب البرازيل مش بتلعبها، لا ده بيقف يتفرج عليهم وهم بيلعبوا، يعني بيستمتعوا باداء البرازيل وهم بيلعبوا قدام روسيا وهي بتلعب البرازيل كانت بتستمتع، نيوزيلندا ما كانت بتلعب البرازيل كانت بتستمتع، اللي هي المباراه اللي اسكتلندا لما فاز عليهم المنتخب دوت 4-1 كانوا بيقولوا ايه، ان كان الفريق المنافس بيستمتع. عملوا ايه؟ ما خدوش كاس العالم، ده حتى ما وصلوش دور قبل النهائي. فده الاداء الفني والاداء التجاري اللي انا عايز اخد لقب. النتيجه تفضل دايما هي الاهم. بالظبط، شايف ان النادي الاهلي التاريخ ما بيفتكرش غير النتيجه. طيب بالنسبه بقى للنتائج، بما اننا بنتكلم عن نتائج النادي الاهلي، معانا دلوقتي كابتن عادل عبد الرحمن. النهارده فريق الشباب للنادي الاهلي فاز على فريق شباب بيراميدز في بطوله الجمهوريه بهدفين لهدف على ارضهم. مساء الفل عليك يا كابتن عادل. اهلا يا شيما، ازيك؟ منورنا دايما. انت منوره والاستاذ طارق الاكبر منور. اهلا بيك يا كابتن عادل، منور وحبيبي وحشني. يعني كابتن عادل الف مبروك طبعا على الاداء المشرف كالعاده لفريق الشباب، وعايز اعرف من حضرتك كده بعض الكواليس الخاصه بالمباراه دي. طبعا بنبارك لك مليون مره على النتائج الايجابيه اللي دايما بتعملها في الاوقات الاخيره. ولا انا يا شيما، انا ببارك لجمهور النادي الاهلي على الشوط الاولاني بتاع ماتش الترجي. وده المهم عندي. صحيح. يمكن احنا بنشتغل لاجل الفريق الاول، واحنا الجزء الثاني من الفريق الاول، فاحنا سعداء جدا بالنتيجه الاولانيه ان احنا خلصنا الشوط الاولاني في مصر، لسه الشوط الثاني ان شاء الله نخلصه في الترجي وناخد البطوله، لانها بطوله غاليه جدا وهتبقى بطوله غاليه ان شاء الله تكون من نصيبنا الموسم ده. انا كنت عايز اتكلم على ماتش الترجي، بس ارد على سؤالك على بالاخص على مباراه بيراميدز والاهلي في فرقه الشباب. اولا عايز اقول لك ان اللعيبه كان على قد المسؤوليه، يعني احنا يمكن النتائج ما بتبقاش مهمه عندنا هنا قوي قد ما احنا المهم اداء اللاعبين، علشان ده الصف الثاني للفريق الاول وللنادي الاهلي. صحيح. النهارده اللعيبه لعبوا تحت ضغط قوي جدا من الملعب وهواء الملعب، حسيت المباراه وكده، لكن هم ادوا اداء متميز، لعبوا مباراه جيده، اللاعبين كلهم يمكن ادائهم كان كويس، لكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان احنا جنب ان احنا بنعمل لعيبه الفريق الاول فاحنا بنعمل لعيب يرق في النادي الاهلي، اللي هو اللعيبه اللي بتحب تكسب وتكسب اي مباراه، لان النادي الاهلي لما يطلعوا في الفريق الاول هيتصدموا ان النادي الاهلي بطولاته كل ماتشاته كل ارتباطاته. صحيح، اكيد. كابتن عادل دلوقتي حضرتك ماسك مشروع لتوريد نجوم لفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي. طبعا هو ده اهم، يعني اهم وظيفي، مش مشروعه بس ان انا اورث لعيبه للفريق الاول اللي انا اطلعه، كمان في نقطه ثانيه ان انا بجهز بعض اللاعبين بتوع الفريق الاول بينزلوا يلعبوا معايا، يعني بتنزل معايا مؤمن زكريا، بتنزل معايا احمد قبل كده، واحمد ياسر ريان كان معايا النهارده، عمار لسه اول مره ينزل معايا، وواعد جديد لسه مشترينه للنادي الاهلي، نزل برضو الجزار نزل عندي قبل كده. فانا الموضوع ان انا بشتغل من الفريق الاول فقط، اولا ان انا ان لازم نطلع لاعبين عشان على الفريق رقم واحد، رقم اثنين والمهم ان احنا نساعد الفريق الاول باعداده لكل بطولات. صحيح. وكل ارتباطات الفريق الاول. صحيح. كابتن عادل حضرتك ماشي بخطه موازيه مع باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي للفريق الاول عشان تطلعوا لعيبه على نفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس زي ما بيقولوا ماشيين مع بعض على نفس الخطى يعني. اكيد طبعا، يعني احنا علاقتنا مرتبطين ببعض، اهم نقطه ان انا بعملها
للعيبه اللعيبه اللي عندي دلوقتي الحالي بيلعبوا بنفس طريقه اللعب اللي بيلعب فيها الكل، عشان لما يطلع في اي وقت يبقى متعود اي وقت صحيح. اللعيبه المفترض ان هي تبقى عارفه الطريقه ونفس الشكل وما يبقاش غرب يعني عن الفريق الاول. صحيح. كابتن عادل عبد الرحمن، بعيدا عن فريق الشباب نرجع تاني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي، والشوط التاني بقى اللي في رادس ان شاء الله، شايف في لعيبه النادي الاهلي محتاجين ايه عشان ان شاء الله يحسموا اللقب ونروح على مونديال او كاس العالم للانديه؟ اولا احنا بنثق في لعيبه النادي الاهلي، واحنا يعني لعيبتنا متمرسه على الضغط العصبي، فيها يبقى ضغط عصبي علينا. يمكن انا المباراه اللي سمع الاستاذ طارق الاصغر بيتكلم على الاداء، الاداء المباريات النهائيه ما فيهاش اداء قد ما فيها نتائج، دي حقيقه. احنا لعبنا 93 لعبنا بطريقه دفاعيه، كنا بنلعب بره بطريقه دفاعيه وجينا هنا في استاد القاهره خدنا الكاس بطريقه دفاعيه نفس الطريقه. المهم ان الفريق بيصبر. دي واحد. اثنين، الفار كان صانع لصالح التحكيم في المباراه اللي فاتت، لان الفار كشف اساليب لعيبه شمال افريقيا ازاي. يمكن في حاجات صغيره كان ما كانش يقدروا يحسبوها، في الوقت الحالي بدا الفار يحسبها، فاهماني؟ فالمباراه هناك بقى برضه فيها فار. احنا محتاجين المباراه اللي هناك بخبرات وخبرات لاعبين والايقونه بتاعتنا في الوقت الحالي، وليد سليمان يكون جيد ويكون كويس تعسف، انا لازم اثني عليه. لعيب ليدر، لعيب قوي ما شاء الله عليه. احمد فتحي كمان يرجع لنا بالكلام المباراه اللي جايه، لان المباراه اللي جايه محتاجه خبرات، محتاجه ان احنا نقسم مبارياتنا. واكيد مستر كابتن والكابتن محمد يوسف بيتعامل مع المباراه، هيتعامل معاه بشكل جيد جدا. صحيح. احنا عندنا شوط واحد، الشوط ده 90 دقيقه نقدر نعمل انجاز كويس للنادي الاهلي، لان احنا محتاجين النادي الاهلي في العالميه كاس العالم، لو رحنا كاس العالم احنا بالاداء والتميز. ف 90 دقيقه فيها حاجات كبيره للنادي الاهلي، فكره لعيبتنا بخبرتها بقوتها وبشخصيتها وبشخصيه البطل اللي هو النادي الاهلي، افتكر ان احنا ان شاء الله نعدي. يا رب يا رب باذن الله. محتاجه مننا قوه وتفاني وفكر عام وحاجه ثانيه بتوفيق قدر تقول انت. شكرا لكابتن عادل عبد الرحمن مدير الفني لفريق 97 في النادي الاهلي. ببارك لحضرتك مره ثانيه على فوز النادي الاهلي النهارده قصاد بيراميدز بهدفين لهدف على ارض بيراميدز. نرجع مره ثانيه معاك يا دكتور طارق، وكنا بنتكلم طبعا عن الاداء وعن النتائج، والتاريخ ما بيفتكرش غير النتائج برغم الاداء سواء كان كويس او كان سيء. او فعلا زي ما قال الكابتن عادل، احنا انتهينا بطوله. اللي بيزود كمان ان جمهور الاهلي حاسس انه عايز نتيجه اهم من الاداء، هو زي ما قلت لك البطوله اللي فاتت اللي هو كان فعلا على مستوى الاداء يستحق النادي الاهلي اللقب وما خدوش، وهو التاريخ كده. عايز اقول لك بقى كلمه الاداء ولا النتيجه ديت هي كتاب تاريخي كده في كره القدم. صحيح. كل الناس تتكلم عليه، طب اداء فرقه ادت وما خدتش لقب وفرقه بعد كده، بس هي كره القدم ده بقى الاهم. اما قالوا ناس كتير زي كان بيقولوا مثلا زي تيلي سانتانا مدرب البرازيل اللي هو مدرب صحرة البرازيل في فتره الثمانينات، كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش ممكن حد هيقعد يادي كويس وهيخسر كل حاجه، يعني هو المره دي ادى كويس وما كسبش زي النادي الاهلي السنه اللي فاتت، لكن مش معقول كل مره هيادي كويس ومش هيخسر، هيادي كويس وهيخسر، مش ممكن حد هيقول ان فرقه هتفضل هتادي كويس على طول وتخسر، وفي نفس الوقت يقول لك ايه؟ لا يمكن فرقة كل مرة هتلعب لعب تجاري وتأدي بس وتفضل كل مرة تكسب 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 تكسب، لا دايما الفرقة اللي عندها، اما نقول فرقة عندها مثلا 50 بطولة لا يمكن كل مرة بتلعب تجاري بس وهتكسب ال 50 بطولة، لا مستحيل. فحضرتك شايف ان لازم يكون في بالانس، في توازن ما بين الأداء وما بين النتائج. هو ده الكلام. فالنادي الأهلي ما أداش الأداء اللي أنا ما زلت أكرر، النادي الأهلي في المباراة ديت لم يؤدي أفضل حالاته زي حتى مباريات في نفس البطولة دي. في ظروف كتير وفي إصابات وفي للأسف نقص في الصفوف في بعض الأماكن، فالنادي الأهلي لازم دلوقتي عايز ياخد اللقب، هياخده إزاي؟ هو ده الأسلوب اللي بيلعب بيه
وده اللي ممكن نتكلم عنه بقى لو جينا نتكلم على الناحية الفنية، ان ازاي النادي الاهلي بالامكانيات اللي موجودة والظروف اللي موجودة وبالاصابات اللي موجودة وباللعب التجاري اللي لعبه يحصد على اللقب في رأس بالظبط، يحصد على اللقب في المباراة. طيب خليني اسأل حضرتك عن الحكم مهدي عبيد والانتقادات الكتير جدا اللي توجهت للتحكيم في المباراة دي. هو شوفي طبعا لاول مره في التاريخ تطبق تقنيه الفار، بس كان نص فار. ليه نص فار؟ هقول لك، لان التقنيه دي يلزمها امكانيات تكنولوجيه معينه، هي دي مش موجوده، غير متوفره عندنا، مش متوفره عندنا ولا في اي حته في افريقيا. هي طب ليه ما الكاف ما وفرهاش؟ ما وفرهاش عشان هي بفلوس. ما ده يعني عشان نعمل تقنيه الفار بتاعت كاس العالم اللي هي زي اللي شفناها في كاس العالم. كاس العالم دي مكاسبها حوالي 20 مليار دولار. مكسب كاس العالم بتاعت روسيا دي 20 مليار دولار. اضربيهم بقى في قصدك مكسب الفيفا من بطوله من اقامه بطوله كاس العالم كبيرة. فلما اقول ان الفار ده تقريبا الست الواحد يعني او الـ 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 الوحده الواحده بتاعت الفار تكلف تقريبا 200 الف دولار، يعني مثلا اضربيها في كانوا في الملاعب بقى بتاعه المجموعات كاس عام 8 مجموعات اضربيها في 8 3 مليون يطلع مثلا ايه. لا الاجمالي بتاع التكلفه حوالي 700 مليون اجمالي تكلفه الفار في كاس العالم حوالي 700 مليون جنيه. فانا بقى بتكلم 700 مليون يعني قرب المليار من اصلا مكاسب كبيره جدا. صحيح، مفيش مشكله لا تذكر. صحيح، لكن انا الامكانيات الفار بتاعتي ايه دلوقتي؟ بتعتمد على امكانيات التلفزيون. يعني انا عندي التلفزيون المصري هو اللي بينقل المباراه. كاميرات التلفزيون دي هي اللي بتتحول الى كاميرات فار، ما عنديش كاميرات تانية. بينما الفار الاصلي بتاع كاس العالم ليه كاميرات خاصه ملوش علاقه بكاميرات التلفزيون. شوفي كاميرات كاس العالم دي كانت بتتصور بكام كاميرا؟ بعض المباريات كانت بتتصور ب 20 كاميرا، وفي المباراه النهائيه وقبل النهائيه بتصور ب 24 كاميرا. ورغم ذلك تقنيه الفار لا تعتمد على كاميرات التلفزيون دي. طب تعتمد على ايه؟ على كاميرات خاصة. كاميرات خاصة يجي قبل المباراة مهندسين يقول لك ايه، ايه الاحتمالات ان الفار استعين بيه؟ يا ضرب الجزاء يا اوفسايد يا كرة عدت خط المرمى ولا لا؟ كل الكلام ده كله طبعا كرة تجاوزت خط المرمى دي ليها تقنية ثانية اللي هي عين الصقر دي اللي بتكتشف الكرة لما تكون تجاوزت خط المرمى وبتدي اشارة للحكم على طول من غير مش محتاج ان هو يبص للفار. لكن العوامل اللي بيعتمد عليها الفار اللي هي هدف صحيح ولا مش صحيح، ضرب الجزاء تحتسب ولا لا، تسلل ولا لا، كل الكلام دوت بيحط الكاميرات في اوضاع ملهاش دعوه بكاميرات التلفزيون. يعني دي كاميرا فار محطوطه هنا تلقط اللقطه في الحته ديت، صحيح كاميرا فار ثانيه. فعندهم عدد كبير من الكاميرات وكل الكاميرات دي متوصله بالغرفه اللي هي بتاعه الفار. لكن مش هو ده اللي كان معمول امبارح. انا رحت امبارح وشفت البوكس بتاع الفار اللي موجود في الملعب وقبل المباراه، انا واصل قبل المباراه باربع ساعات، فشفت كل حاجه. طبعا معتمدين ايه، كان مخرج التلفزيون المصري هشام عبد الودود عمل مجهود كبير جدا ان هو يوصل الكاميرات بتاعه التلفزيون بتاعته وانه يروح يحطها قبل المباراه بوقت كافي وان هو يوصلها للغرفه المجهزه بتاعه الفار ديت. فكل في النهايه معتمد على كاميرات التلفزيون. بس ده عكس تماما تصريحات الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، قال ان هو عنده شركه خاصه هي الماسكه او هي المسؤوله عن تقنيه الفار وعندهم هم برضو الكاميرات الخاصه بيهم. لا مفيش كاميرات خاصه بيهم. لا امبارح كانت كاميرات التلفزيون، بدليل ان في بعض المواقف اللي انا عايز اعيد ضربه الجزاء ما عنديش اعادات كافيه تجيب لي من زوايا مختلفه وضعيه ضربه الجزاء الاولى ولا ضربه الجزاء الثانيه. واحنا بنقول بمنتهى الامانه يعني برضو عشان نكون امينين ونكون عرضنا صحيح، في ضرب الجزاء على الاقل من الاثنين كان ممكن ما تحتسبش. وده الكلام اللي ممكن تقوله الله ده بتقوله على قناه الاهلي. بس الحكم كان واضح ان هو عنده يقين ان دي ضربة جزاء يعني قبل حتى ما يروح للفار. هو تاكد منها وراح احتسبها، بس بقولك واحده منهم على الاقل. انما تعالي نتكلم من زاويه ثانيه. طب ما الاهلي له هدف صحيح تماما في مباراه وفاق الصيف اللي كان ممكن تتعقد في مباراه العوده ما احتسبش. يعني ده هدف سجل اللي جابه مؤن زكريا، والاعاده قالت ده مؤن زكريا جاي من وضعيه سليمه تماما بثلاث اربع ياردات. طب ما هو في السنه اللي فاتت في المباراه النهائيه امام الوداد مباراه بتحدد لقب كوره انفراد تام. احنا ياما اتظلمنا افريقيا في التحكيم بصراحه. فهي ايه الموضوع ان التحكيم ده بيتاخد كده زي ما هو يعني. حتى رغم تقنيه الفار بقينا لسه بنختلف، يعني رغم ان في فار وفي كاس العالم هقول لك على كاس العالم في الفار، رغم ان هو اول مره يطبق وبتقنيه اللي انا قلت لك عليها السليمه اللي هو
كاميرات خاصة وموجودة غير كاميرات التلفزيون، وعندهم فرصة يشوفوا من 28 كاميرا. ورغم ذلك كنا بنخرج من المباراه بنقول ايه، لا ده ما كانش المفروض تتحسب ضربه الجزاء دي، ما كانش المفروض لمسه اليد اللي جوه دي مش قصدها لانها جت في ايده الثابته ومش عارف ايه. اختلفنا صحيح. فسيظل الخلاف على التحكيم ابد الدهر، مدى الحياه هيفضل الخلاف على التحكيم. ولكن في النهايه انا شايف ان 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 التحكيم في المباراه ديت لو قسناه بقى بمستوى الاداء الفريقين على ارض الميدان، لا النادي الاهلي كان متفوق، النادي الاهلي كان هو الطرف الافضل. نقدر نقول ان النادي الاهلي بخلاف الاهداف اللي سجلها كان عنده كوره وليد سليمان اللي ارتدت من القايم، كان عنده كوره حمودي اللي اتغيرت اتجاهها بازار وصدها بابداع الحقيقه حارس المرمى طبعا المعز بن شريفيه اللي امبارح تالق في الكره ديت، يمكن اكتر كره تالق فيها وطلعها الى ضربه ركنيه وقتها. صحيح. يعني النادي الاهلي كان ممكن يسجل اهداف ثانيه. وفي نفس الوقت النادي الترجي ما كانش باستثناء ضربه الجزاء عنده من فرص حقيقيه، بنتكلم على فرص حقيقيه الا الكره اللي ردت من القايم التسديده اللي من بره منطقه الجزاء بتاعه يوسف البلايلي، ويمكن كره ثانيه كمان اللي هي انفراد بتاعه البدري انيس البدري اللي هي الكره اللي انقذها طبعا محمد الشناوي انقذها الحقيقه ببراعه، لان الكره دي كانت ممكن تقلب تماما صحيح سير المباراه 3-1 كانت تبقى 3-2 صعب جدا تبقى مشكله حقيقيه. يعني دايما عايزين نقول حاجه، التحكيم ده بناخده على بعضه ومش مش على بعضه في مباراه، لا بناخده على بعضه مدى الحياه. يعني هتلاقي الاهلي خد حاجات وممكن كانت ما تحتسبلوش على مدى مساره في تاريخه، واتظلم في حاجات كتيره جدا. يعني النادي الاهلي مره فقد لقب بتسلل عمري ما شفته في حياتي زي كده، اللي هو بتاع سنه 83 الحكم الجزائري محمد حنصل في الكوره بتاعت جون بانرمان اللي عملها لأوبوكونيتي وسجل منها الهدف فوز كوتوكو على الاهلي في مباراه العوده في 83، بطوله فقدها النادي الاهلي. وكان جون بانرمان ده الا زلت انا فاكر الكوره دي كويس، اوفسايد مش اقل من 10 ياردات، مش اوفسايد يعني نص يارده ولا يارده زي دلوقتي ما الكاميرات بتظهرها، لا ده 10 ياردات. ورغم ذلك لم يحتسب التسلل. ولو اتكلمنا كمان عن العصر الحديث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده، يعني النادي الاهلي تقريبا فقد بتاع 4 بطولات بسبب التحكيم. بالظبط، حاجات كتيره. وخد برضه عشان برضه نكون منصفين وبنقولها اهوت على قناه الاهلي، ماتش النجم 2007 خد القاب، ويعني حتى في مش لازم بالتحكيم، ممكن القاب كانت صعبه جدا زي لقب الكونفدراليه 2014 امام سيوي سبور، كان النادي الاهلي طبعا بيجدد جلده وكان في وقت من اصعب واسوء فترات النادي الاهلي، ورغم ذلك عارف ياخد لقب بتاع عماد متعب في دي 94 وفي مباراه في القاهره وبالظروف ديت اهدر فيها فريق سيوي سبور العديد من الفرص. لكن في النهايه كره القدم، انا يعني انا قلت مره كده من زمان كلمه وبكررها على مدى التاريخ، كره القدم قد تكون غير عادله على النطاق الضيق على المدى القصير في مباراة كاس، مباراة فرقة كسبتها كده بضرب الجزاء ممكن مش صحيحة بتاع، لكن في النهاية كرة القدم عادلة على المدى الطويل. تلاقي على المدى الطويل الفرقة الكبيرة بتفقد ألقاب كانت تستحقها وبتفوز بألقاب ممكن ما كانتش تكسبها، ففي النهاية بتبقى عادلة. خلينا يا دكتور نروح للقاء القادم، لقاء النادي الأهلي في رودس بإذن الله اللي إن شاء الله هنتوج بيه في بالأميرة الأفريقية 9 ونصعد على طول أو نروح على طول لمونديال أو كأس العالم للأندية. اللقاء ده عشان النادي الأهلي يرجع بيه بالبطولة يعمل إيه؟ إيه الاستعدادات اللي من وجهة نظر حضرتك شايفها لازم تحصل عشان نقدر نحصد على البطولة دي؟ في استعداد مهم جدا هو استعداد نفسي قبل ما نتكلم فني، هيعمل ايه النادي الاهلي في مباراه العوده في رادس. استعداد الفني النفسي مهم جدا جدا جدا. لو انت قلت لي كده نمره واحد ايه يعمله باتريس كارتيرون وجهازه، محمد يوسف يعمل ايه وهو خاض نفس التجربه ديت لما 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 يعني انا شايف التصريحات بتاعت محمد يوسف بقى لها اكتر من اسبوع، انسوا نغمة احنا كعبنا عالي في رادس، انسوا نغمة احنا رادس ده ملعبنا. عشان كده انا ذكرت محمد يوسف بالذات عليه دور كبير جدا. 3-1 دي تطبق الورقة كده وتترمي في الدرج. يبدأ النادي الأهلي زي الأهلي ما لعب مباراة الوداد وهو كان متعادل في القاهرة، زي ما لعب مباراة الترجي بتاعة 2012 الأداء الرهيب اللي عمله النادي الأهلي اللي يعتبر أفضل مباراة عملها الأهلي في تاريخه خارج ملعبه من وجهة نظري مباراة رادس 2012 لما فاز 2-1، ينسى النتيجة دي ويعتبر نفسه لسه هيلعب المباراة دي بس. النادي الأهلي لو نسي النتيجة دي ولعب على إنه بيلعب الترجي
استاد رادس اللي دان بالولاء للنادي الاهلي في اربع مباريات متتاليه فاز فيها على الترجي في هذه المباراه. النادي الاهلي بقى ايه؟ ما حدش بقى هيذكر بقى لا ضربه جزاء ولا ضربات جزاء ولا مهدي عبيد ولا هيقول حاجه. النادي الاهلي هيكسب كمان الترجي في ملعبه فنيا، لان النادي الاهلي بقول لك النادي الاهلي اعلى فنيا من الترجي بفارق ملحوظ. يعني ساعات فريقين يلعبوا بعض الفارق الفني قليل. لا، الاهلي اعلى من الترجي بفارق ملحوظ. صحيح. وبالتالي بامكانه ان يكسب مباراه العوده. فقلنا الاعداد النفسي ده في الاول. يا رب. النقطه الثانيه بقى هي ازاي لاعب الترجي فريق فنيا المفترض انه هينزل بالدقيقه الاولى هو اللي بيهاجم، فريق المفترض ان هو فنيا انه عنده العناصر الجيده اللي ممكن انها تهدف زي انيس البدري، زي طه ياسين الكنيسي، زي يوسف البلايلي اللي انا بعتبر ان هو ابرز لاعب كان في فريق الترجي امبارح اللي هو سجل ضربه الجزاء. ازاي انا اقدر اعمل العب المباراه دي بتتقسم الى فترات. في ظل اجواء مشحونه وهتبقى في رادس مشحونه جدا أكيد. جماهيريا اكيد لازم يكون عندي نص ساعه اولى لازم العب دفاع كومباكت لازم. يعني انا عندي مش معتمد على نتيجه الذهاب، لا انا لازم العب دفاع كومباكت، بعد كده ابدا اتحرر عشان النادي الاهلي يقدر انه يلعب لعب هجومي ويسجل منه. انا متوقع ان النادي الاهلي هيسجل ان شاء الله في رادس. يا رب باذن الله. يا دكتور طارق نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا، استفدنا اكيد كثير من معلومات حضرتك. وبتنتهي حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.